الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكركم على هذه الزيارة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد، ونسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا في بلاد المهجر عموما وفي بريطانيا على وجه الخصوص أن يوفقهم المولى تبارك وتعالى إلى أن يكونوا صورة حسنة لدينهم ولبلادهم، فتكون بينهم رابطة الأخوة فوق جميع الروابط، لقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة لا تزول بالخلافات الفكرية أو الفقهية أو السياسية، فالأخوة ينبغي أن نحافظ عليها حيثما كنا وحيثما حللنا وارتحلنا. وينبغي على الإخوان في بلاد المهجر وفي بريطانيا، وخاصة الذين يريدون إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى فقه وعلى دراية، أن يتكاتفوا وأن يتعاطفوا وأن يعين بعضهم بعضا، وأن يمد كل واحد منهم يده لأخيه في الشدة قبل اليسر، وأن يتناسى كل الإخوة الخلافات إذا ما كان الأمر يتعلق بوحدة الجالية وبترابطها وتعاطفها. فهذا شيء لا سيما ونحن لسنا في بلادنا، والإنسان إذا حرم من الحرية في بلاده فإذا ذهب إلى بلاد أخرى ووجد فيها الحرية ووجد فيها يعني حقوقه مصانة، فينبغي أن يحافظ على هذه النعمة. وهذا موجود حتى في السيرة النبوية الشريفة، فعندما اشتد الكرب والابتلاء والفتنة على المسلمين في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالملوك والحكام الذين كانوا في زمانه، ولكن تخير منهم النجاشي. والنجاشي لم يكن ذلك الوقت مسلما، ولكن كان عادلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهي دار أمان وليست دار إيمان. فينبغي على الإنسان أن يفرق بين أنواع الديار، فالدار التي تحفظ فيها الحقوق السياسية والحقوق الدينية والحقوق الاجتماعية وتكفل فيها حريات الناس، هذه الديار ينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان قارئا جيدا للوضع الدولي، واختار من الدول ومن الملوك من كانت فيه صفة الإيمان، لأنه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت، ولكن صفة العدالة. ونحن نعرف إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة إذا كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فخير الكلام ما قل ودل. نحن دائما في بلادنا نريد حقوقنا، ونريد ولو أن في بلادنا وبلاد العربية والإسلامية وجد يعني المهاجرون إلى تلك الديار وجدوا حقوقهم مصونة، سواء كانت الدينية والسياسية والثقافية، لكانوا في أحسن حال في بلدانهم. فالاستبداد الداخلي ومنع الناس من حقوقهم هو الذي دفع بفئام كبيرة وشرائح واسعة من مختلف المستويات العلمية والثقافية والاختراع، أهل الاختراع أهل الثقافة والرأي، لو وجدوا في بلدانهم العربية ومنها الجزائر وجدوا هذه الحريات مصونة لكانوا في بلدانهم ولسعوا في
إعلاء شأنها على أكثر من صعيد، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وبإذن الله تبارك وتعالى ستتواصل الجهود والنضالات والعمل السياسي حتى تسترجع هذه الحقوق، فيدخل الجميع إلى بلدانهم لينعموا بحرياتهم في أوطانهم وبين أهلهم وإخوانهم وجيرانهم وخلانهم. والله من وراء القصد وهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي بالقيام أحلى، وغايتي بها عليا. حياتي بالقيام أحلى، وغايتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى.